يعطيكم العافية، أنا جورج عبد الله موسيقي عازف عود. بسك تيجي حارتنا اليوم رح ناخدها تعليم، أغنية بسيطة وسهلة التعليم جدا، من الأغاني الشعبية الرائعة يعني. الأغنية من مقام بيات الري. بيات الري في علامتين تحويل لأن المي نص بيمول والسي بيمول. قبل ما نبلش إذا سمحتوا اللي مو مشترك لسه بالقناة يشترك، يفعل زر الجرس ليوصلوا كل جديد، وينشر القناة بين رفقاته. شكرا كتير. خلينا نستعرض مقام بيات الري سوا. ري نص بيمول بالأول، فا صول لا سي بيمول دو ري، ري دو سي بيمول لا صول فا ري ري. بنعيد ري نص بيمول بالأول، فا صول لا سي بيمول دو ري ري دو سي لا صول فا ري ري. رح نتطرق لعلامة الدو، قرار بالإصبع الثالث عوتر الله. قطعتين لحنيات بيتكرروا على كل الوقت، مقطعين يعني عبارة هي الغنية، نفس المقطع الأول بس تحفظه والتاني بس بتبدل الكلام، هي كل الأغنية بهذا النمط. رح ناخذ المقطع اللحني الأول اللي هو استمتعوا بهاي الأغنية. ومثل ما قلت لكم هذا المقطع الغنائي الأول بيمشي على كلهم تبع يعني وش جابك ع حارتنا يا عيوني وتتخبى بالجراني الله الله، اللي هي مثلا نفسها وش جابك ع حارتنا يا عيوني تتخبى كلها هيك يعني كل نفس النمط ونفس اللحن اللي هو عم يتكرر. يعني نرجع نفس الشيء
بين بيروت وبين الشام يا عيوني مرت سيارة حمراء وغلقتها بين بيروت وبين بيروت وبين الشام يا عيوني مرت سيارة حمراء وغلقتها كلهم نفس الشيء ونفس اللحن بس ركبوا عليهم الكلام احفظوهم وحلوة كتير تعزفوها مع أصدقائكم بالحفلات بالجمعات رائعة كتير ومانا صعبة يعطيكم ألف عافية بشوفكم الدرس الجاي بأمان الله.